تعرفوا إلى مشروع الشراكة من أجل الإنماء التربوي تربية 21. أهدافه تعزيز قدرات مختلف الجهات المعنية بالتربية والتعليم، دعم المعلمين بإغناء معارفهم وصقل مهاراتهم وتطوير كفاءاتهم، جمع الدراسات والمقالات التي تندرج في التوجهات التربوية الحديثة ونقلها إلى اللغة العربية ونشرها على نطاق واسع، توثيق التجارب والخبرات والممارسات التربوية الفضلة وتيسير سبل مشاركتها وتبادلها بين المعلمين. إنجازاته الموقع الإلكتروني تربية 21 الذي تحول إلى منتدى تفاعلي ويضم عددا كبيرا من المقالات والتقارير والدراسات التي تم جمعها وتوزيعها على محاور مختلفة، نشرة تربية 21 الإلكترونية لنشر المعرفة والمعلومات التربوية في المنطقة العربية. تمت مشاركة 154 عدداً مع أكثر من 13,000 مستفيد مباشر من المعلمين والمربين في البلدان العربية. مرجع ممارسات التعليم والتعلم الواعدة 130 نموذجاً تم توزيعها على المحاور التالية: جودة التعليم والتعلم، التحول الرقمي في التعليم، التطوير المهني للمعلمين، التعاون والشراكات، البحث التربوي، المذكرة التوجيهية الخاصة بالمعلم، خلاصة الدروس المستمدة من أزمة كوفيد-19 والمناقشة حول أدوار المعلم في المناهج الدراسية ومنهجيات التعليم عبر إطلاق كل من المرجع والمذكرة.